اليوم مكة أجواء جميلة لكن الرياح قوية. إيش كان يقول حبيبنا عليه الصلاة والسلام وقت الرياح؟ ركزوا في هذا الحديث وانشروا وعلموا أحبابكم، عسى الله يكتب لنا وياكم خير هذه الدنيا وخير ما فيها، وأحبكم في الله. كان يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: ربي يسألكم خير هذه الريح وخير ما فيها، خير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. أسأل الله أن يسعدكم ويشفي مرضاكم ويعافي مبتلاكم ويحقق أمانيكم وأحلامكم ويجمعنا معكم في الجنة. قول آمين. أحبكم في الله، صلي على رسول الله.